مشاهدي قناة جوج تي في أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. ومع البلاغ اللي تم توقيف شاب الفنادق للشبه في تورطه. مشاهدي قناة جوج تي في، توقيف شاب الفنادق للشبه في تورطه في الإشادة بالإرهاب والعنف ضد الأصول وتهديد أسرته بالسلاح الأبيض. تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنادق بتنسيق وتوثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يومه الاثنين 20 فبراير الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للشبه في تورطه في قضية تتعلق بالإشادة بالإرهاب والعنف ضد الأصول وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين. وحسب المعطيات الأولية للبحث فإن المشبه بيحمل أفكار متطرفة جعلته يتورط في قضايا العنف ضد الأصول وتهديد أفراد أسرته باستعمال السلاح الأبيض. وقد تم توقيف المشتبه فيه ببناية مهجورة بمحيط حي سيدي بوغابة بمدينة الفنادق، حيث تم العثور بحوزته على سيف من الحجم الكبير وسكينين وقناع حاجب للوجه ومطبوعات ذات حمولة، فضلا عن مخططات بخط اليد تتضمنوا محتويات تشيد بالإرهاب وتحرض على العنف وتكفير المجتمع. وقد تم وضع المشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به إلى المكتب الوطني المركزي للأبحاث القضائية بناء على ما تعلمات النيابة العامة المكلفة بالإرهاب، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر والكشف عن ارتباطاته المحتملة وعلاقاته المفترضة بأي مشروع فردي أو جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام. مشاهدي قناة جوج تي في، كيف ما شاهدتوا معنا توقيف شاب مدينة الفنادق للشبه في تورطه في الإشادة بالإرهاب والعنف ضد الأصول وتهديد أسرته بالسلاح الأبيض. حسب المعطيات الأولية للبحث فإن المشبه فيه يحمل أفكارا متطرفة جعلته يتورط في قضايا العنف ضد الأصول وتهديد أفراد أسرته باستعمال السلاح الأبيض. وقد تم توقيف المشبه فيه ببناية مهجورة بمحيط حي سيدي بوغابة بمدينة الفنادق، حيث تم العثور بحوزته على سيف من الحجم الكبير وسكينين وقناع حاجب للوجه ومخططات بخط اليد تتضمن محتويات تشيد بالإرهاب وتحرض على العنف وتكفير المجتمع. وقد تم وضع المشتبه فيه رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة المكلفة بالإرهاب، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر والكشف عن ارتباطاتها المحتملة وعلاقاتها المفترضة بأي مشروع فردي أو جماعي يهدف للمس الخطير بالنظام العام. مشاهدي قناة جوج تي في، كيف ما شاهدتوا معنا توقيف شاب مدينة الفنادق للشبه في تورطه في الإشادة بالإرهاب والعنف ضد الأصول وتهديد أسرته بالسلاح الأبيض. وهنا مشاهدي قناة جوج تي في كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر، كنشكركم على حسن المتابعة ونتلاقاو إن شاء الله في مباشر آخر. السلام عليكم.